السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول سيشن لينا في Analog Communication، إن شاء الله هنهتم بالجزء بتاع Random Signals وبتاع النويز. طيب، مبدئيا كده هنتفق على حاجة، يعني اللي هنشرحه إن شاء الله هيكون الحاجات اللي محتاجة توضيح، الحاجات الصعبة، حاجة سهلة، حاجة ممكن تذاكرها لوحدك، مش هنتكلم عنها، تمام؟ طيب، مبدئيا كده هنراجع عن Probability، هنتكلم عن معنى كل حاجة. طبعا القوانين معروفة وموجودة، بس احنا هنتكلم عن المعنى بتاع كل حاجة. طيب، لو انا عندي مثلا حاجة اسمها random variable x، ايه الاكس ديت؟ والله ديت فلوس، انا متوقع ان في فلوس تجيلي، يا 200 يا 300 يا 700 يا 1000، تمام؟ بس انا عارف كل واحدة بنسبة معينة، دي ب 20%، دي 30، دي 10، دي 40. السؤال هنا، انا هيجيلي كام؟ احتمال اتوقع هيجيلي فلوس كام؟ المبدأ ان انا يعني عندي اعتقاد متوقع ان 20% من دول يجولي، و30% من دول، و10% من دول، و40% من دول، كأن عندك 4 شغلانات تتوقع تاخد فلوس كام في المية من الشغلانات دي. المنطق يقول لك هتضرب دي في دي ودي في دي ودي في دي ودي في دي وتجمع الأربعة. لو عملت كده هيطلع لك كام؟ هيطلع لك 600 جنيه. ايه ال 600 دولت؟ دي اسمها التوقع، يعني انت الاكسبكتيشن بتاعك، انت متوقع يجي لك 600 جنيه من الشغلانة دي. يعني احنا هنتفق على مبدأ لما يكون عندي متغير عشوائي ليه اكتر من قيمة، القيمة اللي انت متوقع انها تحصل، يعني انت محتار بين اكتر من قيمة، محتار بين حاجات كتير، القيمة اللي انت متوقع انها تحصل بتجيب لها expectation. الاكس بتساوي 4 ارقام، تجيب expectation للاكس هيطلع لك الرقم المتوقع منهم. طيب سريعا، في حاجة اسمها الفارينس، حاجة اسمها الفارينس. تخيل ان انت عندك اشخاص، 5 اشخاص واقفين، انت عايز تعرف مين اللي واقف في النص بالظبط، يعني نتوقع كده المسافات، اللي واقف في النص بالظبط. حلو قوي، خلاص. السؤال هنا، هما بعاد عنه ولا قريبين منه؟ ده بعيد، ده متوسط، ده اصغر، ده قريب منه قوي. لا، انا عايز كلمه كده، انا احترت في ايه؟ احترت ان انا عايز اعرف المسافه. راندوم فاريبل اسمه الاكس بيساوي المسافه، مسافه كبيره، مسافه صغيره، مسافه اكبر، مسافه نص نص. يبقى انت هتعمل ايه؟ هتجيب الاكسبكتيشن للمسافه. عظيم، يبقى انا هعمل اكسبكتيشن للمسافه، يبقى الاكسبكتيشن للمسافه. طيب، عندي مشكلتين. المشكلة الأولانية هي المسافة بتساوي إيه؟ والله المسافة بتساوي ده ناقص ده، لو ده زيرو وده 7 يبقى 7 ناقص زيرو، ده هنا يبقى سالب 2 يبقى زيرو، يبقى هنا زيرو وهنا سالب 2 يبقى سالب 2 ناقص زيرو، وهكذا. طيب، المشكلة التانية، يعني أنا عرفت خلاص بجيب المسافات إزاي. المشكلة التانية إن أنا بيبقى في أرقام سالبة، افرض دي طلعت 7 ودي سالب 2 ودي طلعت 1 ودي سالب 3، يبقى بالتالي لازم أربع المسافات دي. خلاص، يبقى أنا هجيب الإكسبكتيشن لمربع المسافة، تمام؟ طيب، المسافة بتساوي ايه؟ والله المسافة بتساوي الشخص ناقص الشخص المتوسط، يعني شوف هو واقف فين والشخص المتوسط ده واقف فين، وربع من المسافة عشان ايه؟ تضيع السالب. يبقى دوت اسمه ايه؟ الفاريانس بتاعي. طيب، عايزين نعلق على كام حاجة كده. انا دلوقتي عندي القانون بتاع الاكسبكتيشن هيساوي ايه؟ والله انا كنت بجيب قيمه المتغير العشوائي، قيمه الاكس، واضربها في احتمالها. الكلام ده في الديسكريت، لو انا شغال كونتينوس يبقى هعمل انتجريشن. طيب، الفارينس ليه قانونين، القانون ده والقانون ده، ده جاي من ده. والله انت لو فكيت ده تربيع ومش عارف ايه ودخلت الاكسبكتيشن على كل ده هيطلع لك ايه؟ منظر القانون ده. الحاجه الثالثه، ان انا لما يكون عندي اكسبكتيشن لحاجه، اختصارا بدل ما تعمل ايه وقوس وقوس، لا اعمل شرط بس، ده ايه؟ المين بتاعك. في حاجه اسمها السكند مومنت والارث مومنت، الار يعني رقم معين. طيب، ايه المومنت ده؟ والله المومنت اللي انت لو بصيت كده ده تعبير اكسبريشن ماتيماتيكال سيرف، بس لو دورت هتلاقي ابلكيشنز كتير، وبما اننا الابلكيشنز دي مش عندنا او احنا ما بنستخدمهاش اساسا، فكل علاقاتنا بيه هيكون القانون ده، بس المومنت ليه استخدامات كتير. دور، انا دورت على النت ولقيت، تمام؟ مش لازم نقولها هنا عشان مش علينا. طيب، ايه الخلاصه او ايه المطلوب؟ والله اي حاجه انت تحطها هنا هتحطها هنا، يعني انا لو شلت دي وشلت دي، تمام، حطيت هنا نجمة، يبقى انت تحط هنا نجمة، ايا كان، يعني تعبير مجازي مش اكتر. طيب كويس، انا دلوقتي كان عندي لما اكس كانت ب3 قيم، اكس بواحد واتنين وتلاتة، فكان كل قيمة ليها الاحتمال بتاعها، 2 من 10، 1 من 10، 7 من 10. المهم في القضية كلها ان المجموع بتوع التلاتة دولت كام؟ والله 1 صحيح. طيب، الكلام ده لما كان عندك تلاتة بس، لما يكون عندك من 2 ل 10، ايه عدد الارقام اللي من 2 ل 10؟ عدد لا نهائي، بالتالي الموضوع هيبقى صعب، تمام؟ انت لما العدد يكون من 2 ل 10 وارقام كتير جدا هيكون الاحتمال قليل. اللي عايز اقوله ان داله البي اوف اكس اللي هي داله الاحتمال ليس لها معنى، داله ليس لها معنى، او بمعنى اصح احتمالها ما هي ما ملهاش اي معنى، بس كل فائدتها ان انا عشان اجيب احتمال النقطه دي، النقطه بس اللي انا مشاور عليها دي، هيكون والله طول المستطيل في العرض، الطول بي اوف اكس، العرض دي اكس، يعني احتمال النقطه بس، احتمال نقطه
هيكون بي اوف اكس مضروبه في دي اكس، تمام؟ بالتالي كل اللي انا هعمله لما احب اجيب احتمال هعمل انتجريشن على ريجن معينه. طيب، وبما ان الاكس او راندوم فاريبلز اللي هتعامل معاها في حياتي هتكون كونتينوس، يعني هتكون في ريجنز معينه، مثلا من اكس بتساوي 2 لاكس بتساوي 10، ففي حاجات مشهوره بنكون حافظينها على طول، يعني دي مش علينا بس لو حبيت تعرفها. طيب، عندنا حاجه دلوقتي اسمها الجوينت بي دي اف، تمام؟ الجوينت بي دي اف ديت حاجه انا الاول كنت بتعامل مع راندوم فاريبلز واحد بس اسمه الاكس، تمام؟ وبشوف كل قيمه بكام وكل قيمه احتمالها كام والكلام ده كله. طيب، المره دي انا مش هتعامل مع الاكس بس، انا هتعامل مع الاكس والواي، حاجتين، تمام؟ دي انفورميشن ودي انفورميشن. الانفورميشن دي هتلاقيها قيم كتير وكل قيمه باحتمالاتها، والانفورميشن دي ليها قيم كتير وكل قيمه باحتمالاتها. القصه اللي انا عايز ادرس العلاقه بين دي ودي، بحيث دي ممكن تدلني على دي وممكن دي تدلني على دي، تمام؟ بالتالي انا لما اعمل ديستريبيوشن او العلاقه ما بينهم هتترسم في 2 دي، لما كنت شغال على الاكس كانت 1 دي، هنا هتترسم في 2 دي، ده كده ايه 2 دي. بالتالي الكيرف بتاعها مش هيبقى كيرف، هيبقى سيرفيس، تمام؟ هيبقى فوليوم كده. الفوليوم دوت الفوليوم اندر السيرفيس ده لازم يبقى بكام؟ لازم يبقى بواحد. لما كنت بتعامل مع الاكس بس كنت بقول هنا بتعامل على شريحة واحدة، لما اجيب احتمال مثلا النقطة، احتمال النقطة يعني الاكس بتساوي رقم، فكنت بقول ديت اكس دي اكس ودي بي اوف اكس، اضرب الطول في العرض، تمام؟ هيديني ايه؟ هيديني الاريا بتاعت الشريحة دي. المرة دي لا، ده انا هجيب فوليوم، فهجيب ايه؟ مساحة متوازي مستطيلات، تمام؟ هجيب مساحة القاعدة في الارتفاع. والله مساحة القاعدة هنا ديت الطول ده دي اكس والعرض دي واي والطول بي اوف اكس اند واي، تمام؟ بالتالي دي الشريحه الصغيره، ده في ده في ده، كده جبت فوليوم. والله الفوليوم ده بيساوي كام؟ بيساوي صفر، ده بيساوي صفر وده بيساوي صفر، يعني من الاخر بعمل دبل انتجرال على مين؟ على ريجن معينه، تمام؟ طيب، هتلاحظ ان الدرجه بتاعه الانتجريشن بتكون بتساوي عدد الراندوم فاريبلز، يعني هنا كان عندي راندوم فاريبل واحد بس اكس، كنت بعمل سنجل انتجرال، هنا اتنين فبعمل دبل انتجرال. وهنبدأ نطبق نفس الكلام اللي قلناه على الراندوم فاريبلز الواحد السنجل، هنتكلم عن الدبل دلوقتي. طيب، لما احب اجيب اكسبكتيشن انا هجيبه لمين بالظبط؟ انا هجيبه للاكس ولا للواي ولا الاكس مضروبه في الواي ولا مجموعين على بعض ولا ايه؟ يبقى لازم هجيبه للريليشن اللي بين الاكس والواي، تمام؟ انا متوقع ان في ريليشن بتربط بين الاكس والواي، تمام؟ بتديني معلومه معينه، تمام؟ يعني انا هتعامل اكسبكتيشن بتاع الاف اوف اكس اند واي، اللي انا هحطه هنا هحطه هنا بالظبط. طيب، لو انا هتعامل مثلا عايز اجيب المومنت، المومنت لمين؟ للاكس والواي. والله دي ممكن تكون اكس اس ار ودي واي اس ان، يبقى انا جبت المومنت اس ار للاكس والمومنت اس واي اس ان لمين؟ للواي. هشيل الكلام ده هنا واحطه برده، والاحسن بدل ما اكتب كل شويه اي اوف اكس اعمل كده، اعمل باور عليها مش اكتر. طيب، تعالى نتكلم بقى عن ايه الكوفارينس. الكوفارينس هو ايه الفرق بقى بين الكوفارينس وبين الفارينس؟ تعالى نراجع بس الكوفارينس تاني نقول عنه احنا قلنا ايه. والله ده بيدرس البعد او القرب بين القيم وبين متوسطها، يعني فين منتصف العيله، فين منتصف الارقام، الارقام دي بعيده عنه، تمام، ولا قريبه منه، تمام؟ يعني انا لو عندي فصل وناس امتحنت كويس والدرجات كانت عامله كده، فين المتوسط؟ اه والله ده في ناس ايه درجاتها عاليه قوي قوي وفي ناس درجاتها واطيه قوي، وامتحان تاني الناس درجاتها كانت عامله كده، اه والله ده ايه ده المنتصف، بس الدرجات قريبه من بعضها، دول غشين من بعض، يبقى دي اسمها ايه؟ دي كده انا جبت الفاريانس، الفاريانس قليل، المسافات ما بينهم قليله، الدرجات قريبه من بعض، اما هنا الفاريانس كبير، في تشتت، التشتت اكبر من ده.